يا ربي السلامة. شو 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 هاد العود حران ما قابل حتى حاجة. زيد يا ربي السلامة. حيد 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 بدريس بدريس طاهم حيد. ايا رخوش هاد العود لي الشو هو العود الحران، وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا مسكين هاد العود كي ولا واش تدريسه ولا لا. وانتوما غادي تقولوا لي شكون اللي يربح في التحدي، واش انا ولا هو؟ والله يدير الخير. ايوا الخوت جا وقت الحقيقه دابا، حيت دابا انت غتخرج دابا جا وقت الحقيقه. غادي نخرجوا العود الحران، غادي تشوفوا نتوما اللي غتحكموا واش هاد العود عطى الراس ولا والو، حيت اليوم ان شاء الله غادي نركبوا عليه وغادي يخرج من هنا. ما كاين لا قود لا والو، الا ركبنا عليه وزاد فراه العود تدريسه، الا ركبنا عليه وبقى يدور بحال هكا راه ما كاين حتى شي لعبه والعود خاصو مازال الخدمه. بالنسبه للناس اللي غايقول لك هذا العود خماسي سي نورمال يديروا هكا، العود الخماسي حران يا اما كيقشر راسه ولا كيقشر موله. الخوت هاد الهضره ما منها والو، راه عود خماسي تباع ب 140 مليون، عود خماسي معطيها فيه 50 مليون، العود الخماسي ما كيكونش قتال، العود الخماسي حقيقه كان مكروه، كان مكروه ايامات الحرب ملي كانوا الناس كيحاربوا بالخيول. العود الخماسي حيت لشي عود خماسي كيكون مرشوم على الخيل، ماشي كيكون دهم كامل كيتغالط لك مع الخيل، العود الخماسي كتبقى الاماره ديالو في العقل. ملي كيسالي الحرب، وكيف ما كتعرفوا نتوما ان كانوا بنادم كيسافر بالخيل، كان كيخدم بالخيل، كان عندهم واحد الاثر كبير في التاريخ. ملي الراجل مول العود الخماسي كيبغي يسافر، كيشوفوا دوك الناس اللي كان محارب معاهم اي العدو ديالو، كيعقلوا عليه انه كان كيحارب معاهم وكيمشيو يقتلوه. فهاد الشيء علاش العود الخماسي كان مكروه. كو كان العود الخماسي زعما كاينه حرام تربي او لا حران او لا كيقشو المولاه، في الحديث اللي جا قال لك ان الخيل معقود على نواصي الخير، غيقولوا الا الخماسي، الا الخماسي راه ما معقودش على ناصيته الخير. او الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الخيل معقود على نواصي الخير الى يوم القيامه. اذا حتى العود الخماسي معقود على الناصيه ديالو الخير، وكيبقى عود كباقي الخيول. والله يدير الخير. وللاشاره انا اوكي حنحل عليه كاع، للاشاره انا من عشاق الخيل اللي كتكون خماسيه، حيت في الصربه ما شاء الله الا كان لاعب وناضي كيبان غير هو. والله يدير الخير. تبارك الله شو الغيسه دي ما شاء الله، الله يعطينا شي عام زين. المهم الخوت هذا العود هذا راه هو اللي كنت حطيت مع فرانسيسكو، راه عود زين ما شاء الله عليه، راه حاطو للبيع. المهم اللي بغاه يتصل، راه ما غادي نخسروا معاه حتى شي حاجه. بعتو الخوت جوج مرات قسما بالله، لا بعتو جوج مرات، والناس اللي كنبيعوا لهم كيخويو بيا، كيقول لي لا حنا رجاله وكذا وجيبوا لينا وهذه وهذه صافي الله يسخر. وكيبقاو يعيطوا لي الناس من بعد كيقولوا لي اخويا اشرف راه العود راه حنا بغيناه، كنقول لهم راه مبيوع، حيت انا راجل عطيت الكلمه ما كنبغيش نخوي بنادم. شويه ما كيبقاش يجاوب الاخر وكيطفي التليفون وداكشي. فمن هذا المنبر الله يرحم الوالدين، الناس اللي كيبغيو يشريو شي حاجه ما تبقاوش تضحكوا على عباد الله، والله راه ماشي رجوله، الرجوله راه ماشي هادي. تحياتي لبو حمزه. المهم اللي بغى دابا هاد العود راه ما نخسروا معاه والو، راه الزين كاين وكاين العلو. هو راه دابا راه غير في حفره، راه غيخرج وغادي تشوفوه مركوب ان شاء الله، والله يدير الخير. يلا ابو حمزه سير رجع عودك ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله الدنيا بدات كتخضر ما شاء الله. هانتوما شوفوا الله يعطينا شي عام زين يا رب، الله يعطينا شي عام زين. بالنسبه للخوض راه عرفتي بغيتكم تشوفوا كي كتكون الدنيا هنا بالخضوره وداك الشيء البلاط كيدوز يا سلام، الله يدير الخير. انا الناس ديال هنود الحمر، حتى هذا اللي بغاه الخوت حقه مرحبا، حتى هذا راه للبيع، اللي بغاه مرحبا به والف مرحبا، الله يدير الخير. يلا ابو محمد يلا هنشوف واش كاين الرجوله ولا والو. تحياتي لخويا كريم البارودي، احسن بارودي في العالم. الله يبارك ما شاء الله. راه الخوت راه عرفتي شناهو، راه عود راه ماشي راه عود ديال بصح، راه كاين القدور وكاين الزين. الله يهديه وصافي، الله يهديه على راسو، الله يدير الخير. تبارك الله على بو ادريس. الله يحفظك يا سي، وراك خدام. وشوف اي واحد عنده الفلوس او ما عندوش فلوس عنده البهيم، راه لما قابلتي بيدك ما كاينه حتى لعبه. الله يصلح. هذا هو سليماني اللي هبل الناس بودريس. اييه سليماني ناضي. وراه كاين واحد الفيديو معاه مفاجاه بودريس. اييه ان شاء الله الجمهور غيكون في القناه عندك ان شاء الله. وتحيه للمغاربه كاملين، ومبروك عليكم هاد الشتاء، والله يكمل علينا بخير. هاد الشتاء ورا دخلت فيه الدفا، غادي يكون العام زوين ان شاء الله. ان شاء الله غادي يكون العام زوين، تنطلبوا من الله يكمل علينا بخير ويحفظنا الله
من شي حاجه اللي نسمعوها ما تتعجبش. امين. الله يجعل الله تعالى يعطينا على الخير. امين. وتحيه لخويا العطواني كيحب الخيل وبين لينا بان الخيول العربيه كاينه عندنا في المغرب وهز لنا الرايه ديال المغرب في الجديده وبين لينا الخيول. الله يدعوا معايا الله يسهل عليك. الله يصلح لك حتى الخويلات ما شاء الله. بودريس تعاود فيه الزين ديال الخيل الاولى سبحان الله العظيم. هادو هما الخيول السي اشرف اللي كانت بكري اللي كانت في دكاله. هاد الخيول كانت في دكاله وكانت في فاس تيسا. هادو كانت هاد الماركه بزاف كانت في دكاله وتيسا المكرد هذا بوي. هاد الخيول تيسا ودكاله اللي كانوا تيديروا هاد السليمانيين والنواحي ديال الرباط وسمو وخريبكاو راه عزيز عليهم ولدهم وعزيز عليهم البرقي المحروم. هادو كانوا يديروهم تيسا بزاف ورا الناس غاديين يكتبوا على هاد الكلمه. كيديروهم تيسا وكيديروهم دكاله والله يرحم الناس المقدمين دوك اللي كانوا السميات ديالهم كيخلعوا في دكاله في مولاي عبد الله. الله يرحم الحاج شعيب الزاهدي والله يجعل البركه في وليداته والله يرحم نطيح سمعتيني والله يخلي لينا قريمح راه باقي في الحياه سميات كيدايرين قريمح وجغاد الله يرحمه تا هو علاه راه كان صديقنا بزاف ومحسين الله يرحمه بالفضله وبالفضله راه كان واحد الراجل كريم هذاك بالفضله تحيه لوليداته هذاك بالفضله راه كان راجل متواضع تحيه لهم كاملين دكاله وعبده تحيه لدكاله كاملين ونسينا السميه ديالو اسمح لينا راه لا اله الا الله. وبدريت حنا نخرجوا لعود الحره اليوم راه اخر نهار لنا معه يا اما يمشي الطريق يا اما يمشي للقزه. لا غايمشي الطريق ان شاء الله راه خدموه الدراري وتمحنوا معاه وكيركبوا عليه ولكن انا اللي كنقول لهم ركبوا على هذا العفريت انا. ايوا الله يجعل مولانا يكمل بخير والله يسهل عليك. امين. وتاتا كتعاون مع المغاربه كتبين لهم الخايبه وتبين لهم الزوينه وكتعرف كيفاش دير. الله يسهل عليك. آمين. باز لك والله سيدي لا باز لك. الله يسهل عليك. امين امين. الله يصلح ومرضي الوالدين الحمد لله ما يخافش هذاك الشيء اللي كاين والله يرضي على الوليدات كاع اللي كيديروا عمل زوين الله يسهل عليهم. امين ويزيد بهم القدام. امين. والناس اللي كيديروا الله هذوك الناس القلوب اللي راك عارف سيئه الله يهديهم الله تعالى يهديهم بهذا العام ان شاء الله والله يحنن القلوب. اشرفهم القلوب الحقيده وراه ما كاين لا اله الا الله وانا لله وانا اليه راجعون. واخا تحقدت تعير اللي مقسم لي الله شي حاجه راه غيديها والله يدير خير. الله يعاون ابو ادريس. ولانا سير اخويا محمد سير الله يدير الخير. سليماني ما شاء الله شوف كاين الغيث تما الله يدير الخير. ناضي تبارك الله سهل مع الخيل الصراحه ما كيضربش الخيل حتى بنادم ما كيضربوش الله الا العقاله اللي فيه سبحانك يا جليل. وهاد القصوحيه الراس اللي كانت فيه ما عرفش منين جاب تقدر تكون عاوتاني من الدريساج اللي دريساه ما دريساهش مزيان تقدر تكون من المعامله اللي كانوا كيعاملوا الله اعلم. غير هو في التبوريده راه ناضي ما شاء الله ترابي وجري الله يدير الخير تبارك الله على نخوه في السليماني كثيره ما شاء الله. المهم الخوت بالنسبه للناس اللي غيسولوني على السليماني اتصلوا في هذا النمره اللي طلعت لكم دابا راه ما نخسر مع خوتي والو. ودوك الناس اللي عقدت معاهم باش يشريوا هذا العود راه غيشوفوا هذا الفيديو الله يهديكم وصافي هادشي اللي نقول لكم الله يهديكم. راه حشومه هادشي اللي كتعقدوا مع الناس وتقول الله انا حرمت ولادي انا هادي انا هادي انا هادي تناخذوا وما كتاخذوش. دابا صافي داروا لي واحد اللعيبه مزيانه في عقلي انني الناس لما صيفطوش لي العربون ما كاين لا بيع لا شراء الله يدير الخير. والله الا شحال من واحد بغى هذا العود كاع
كيعيطوا لي كنقول لهم لا هذا العود راه مبيوع صافي راه تباع، ولكن انا كنت كنسحب راسي كنتعامل مع الرجاله. الله يدير الخير. يلاه العب اخويا محمد. محرك اللور راه مزيان تا هو. المهم الخوش على ما بالي بلي العود تخدم بنسبة 80%، 80% العود تخدم انه ولا ميسر ولا كيمشي على قودو، ما بقاش كيلوط في راسو بزاف كيف كان الحمد لله. واهم حاجه، اهم حاجه هو انه عطى الراس ولا الركاب كيتحكم فيه كيف ما قلت لكم بنسبه 80%. دابا ما بقى خاصو الا شويه الخدمه حيت هو وسط الخيل راه ناضي، عرفتو وسط الخيل ناضي ما كيتبوجه ما والو، وانا بالعاني كنبغي نخرجو غير هو وعود اولا بوحدو باش يزيد يطوع ويزيد يعطي الراس. الله يدير الخير. تبارك الله ما خاصناش نكرفسوا الخويلات، بارك عليكم الله يبارك. ابدا كيعطي الراس محمد راه تخدم بنسبه 80%، راه ولا ناضي تبارك الله الله يبارك. السليماني هذا هو اللي قلت لكم للبيع. الخوش باش ما نطولش عليكم، دابا نتوما في لي كومونتير غادي تقولوا لي واش العود تخدم ولا لا. ومهم راه هو باقي خاصو واحد 20% ديال الخدمه، ولكن الحمد لله راه عطى الراس. سير اخويا حمزه سير، الله يدير الخير الله يدير الخير. نخليو الخويلات يطلعوا وعدي لكم واحد الخبار زوينه غدا تعجبكم الله يدير الخير. المهم الخوت شفتوا الخويلات، شفتوا العود الحران، شفتوا بوادريس. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الفلوق هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. دابا ما علينا ان نقولوا الله يعطينا شي عام زين اللي ينشطنا ويفرحنا ويحيد علينا هاد الهموم وهاد المشاكل اللي دازت في هاد الاعوام ديال الجفاف. والخبار الزوينه هي انني درت تيك توك، ماشي الخوت هذاك التيك توك ديال الشطيح وروتيني اليومي، لا لا لا، تيك توك خاص بالخويلات وبالتسمار وباليوميات ديالنا، والرابط ديالو غتلقاو في صندوق الوصف، غتلقاو الرابط ديال تيك توك وغتلقاو حتى الرابط ديال الانستغرام، اللي الانستغرام ديالي هو هذا اللي يطلع هنا، كنعيشوا فيه اليوميات ديما خويلات خليفه هيبه وكل شيء غادي نشوفوا في هاد الجوج. ودابا ما عليكم الا تكتبوا لي في لي كومونتير اشنو تبغيو تشوفوا الفلوق الجاي. انا غادي نقرا كاع لي كومونتير، واللي فيه الكومونتيرات بزاف لي كومونطيشوا عليه بزاف راه هو اللي غيكون عنوان ديال الحلقه المقبله. والله يدير الخير، نسالكم الدعاء والله يسهل على الجميع.